قالت مصادر مصرفية أن من المقرر أن تبدأ المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري في طباعة فئات النقد المصرية، فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بالنقود البلاستيكية خلال العام المقبل 2021 مع بدء عمل المطبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت المصادر أن إنتاج فئات النقد الجديدة ستتم بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم بمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي، مؤكدة أن الفئات الجديدة 10 جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية، وتتم طباعة أوراق النقد بالبنكنوت وفقا لعملية حسابية اقتصادية تراعي معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، نسبة التضخم ومعدل النمو الاقتصادي المتحقق، وتتم طباعة البنكنوت على أساس حساب حجم الكاش المتداول داخل الاقتصاد المصري.